شغلتنا في الاعلام اسمها الفويس اوفر او الفي او، ده الترجمة الحرفية بتاعته مش هتبقى موحية، انما مجازا بنسميه التعليق الصوتي، ان يبقى صوتك محطوط على مادة ما سواء كانت تلفزيونية او اعلانية ايا كان، يبقى الصوت هو اللي بيشرح الرسالة. مش اي صوت ينفع يعمل التعليق الصوتي ده، لانه لازم يبقى صوت يصل مش بس كنبرات صوت، انما كمان يستطيع ان يحمل الرسالة. التنويهات، البروموهات، الدوكيومنتريز او الافلام الوثائقية، في حاجات كتيرة او قوالب تلفزيونية واذاعية كثيرة بتحتاج الفي او ده او التعليق الصوتي، الصوت اللي يبقى فوق المادة. أشهر صوت في مصر بيعلق سواء في الراديو أو في التنويهات، أول ما هنذيع صوته دلوقتي كلنا هنعرف الصوت، كلنا هنحس بالجرس اللي احنا متعودين عليه. إنما الحقيقة كعادة اللي بيستثمروا ملكاتهم الصوتية ما بيبقوش معروفين صورة، يعني كل الناس تعرف صوتهم بس ما تعرفش صورتهم، وده بحكم المهن. خلينا نسمع أشهر صوت في مصر بيعمل تعليق صوتي. المكان مصر، منارة الفن، النصف الأول من القرن العشرين، سيد درويش. أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، ابكي وساع يبكي علي حالي. المكان مصر، منارة الفن، النصف الأول من القرن الواحد والعشرين. وارتدى فتحي ملابس مخبر، وشريف ملابس حرام، وسليم ملابس مواطن. تنويهات البرامج، موعدها، أسماء القنوات بتتقال بصوت رخيم ومميز، واسمه طارق أبو السعود. أهلا وسهلا. الناس كلها تعرف صوتك بس ما يعني مذيع الراديو او اللي بيشتغل بصوته ما بيحبش الناس تشوفه. لا ما بيحبش ولا هي ما بيفضلش. ليه؟ بيعتبر جزء كبير من تميزه ان هو مساله الصوت او الراديو. ايه ده انت صوتك بجد وانت بتتكلم زي صوت الفي او؟ ما دي برضه اصل انا تخيلت. انا هقول لك على حاجه برضه، لكل حرفه ادواتها. طبعا. ففي ناس لما تيجي تعمل الصوت تعليق صوتي بيستعير، يجيبوا صوت مستعار ويفخم صوته فيبقى بنك كذا او شركه. انت صوتك وانت بتتكلم زي صوتك وانت بتعمل تعليق. عايز اقول لك من امتع اللحظات في حياتي لما اكون قاعد في مكان مثلا وحد يقول انا عرفتك من صوتي، دي بتبقى حاجه لطيفه. بس دي حاجه قليله، انه واحد قليلة طبعا بالظبط نفس الاداء. لا هو انا نفس تون الكلام، نفس درجه الصوت، نفس ال يعني في ناس عشان توصل للطبقه دي تقعد مش عايز اقول تتقعر بس تجيب الصوت من القرار وعشان تقول ما بس هقول لك. هم المذيعين بصوره عامه في الراديو بالذات حاجه من الاثنين، يا اما هو ربنا بيبقى خلقه مذيع صوته كده خلاص، او ان هو بيشغل دماغه ويبتدي يفكر بيفكر بيشوف الدنيا فيها ايه، بيتعلم، بيعمل سيرش كويس، بيذاكر كويس، بيبقى مذيع. اغرب حاجه بقى انه طارق السعود غالبا هو بيخطو خطواته الاولى في عالم الاداء الصوتي. قال له انت ما تنفعش تبقى مذيع. زمان قوي ده، زمان قوي ده. مين ده بقى؟ ودنه كانت عامله ازاي اللي قال لك صوتك ما ينفعش اذاعه؟ لا والله هو لا مش ما ينفعش اذاعه، هو انا اصلا مذيع في الاذاعه المصريه. برنامج عام وبقى صوت عرب وبقى اذاعات متخصصه. فجينا في وقت كامل اوقات انا اصلا قارئ نشر. قارئ نشر اساسا. فانا ما بسمعش صوتي وانا بشتغل. ازاي يعني؟ انا مش بره الراديو عشان اسمعني، انا جوه الراديو بشتغل. اه 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 ف
فكان نفسي اسمع صوتي. فعملت تتر برنامج وبعدين روحت بيت عشان اسمعه، فلقيته طالع بصوت زميل ليا تاني، فرجعت للمخرج قلت له خير؟ فقال لا صوتك ما كانش مش حلو، يعني مش مناسب للموضوع او في حاجه عايزه تتظبط يعني. فساعتها قررت ان انا هشتغل الشغلانه دي ببساطه، والله ببساطه، والله انا بجد ما ينفعش. لا ليه، حسيت ان هو بيتجنى عليك ولا تقريبا؟ يعني ما ينفعش في الوقت حد بيقول لي كده الاقي حد تاني بيقول لك لا تعالى نعمل شغل. انت عارف اكيد مساله فويس اوفر، يعني بتعمل شغل كويس وبتعمل فلوس كويسه. ايه ده والله؟ لا ما كنتش عارف. لا لا ما اعرفش. لا يعني، لا يعني الواحد بيشتغل، بس دايما دايما بيقارنوا الاذاعه بالتلفزيون، الدخل بشكل عام. لا دخل الاذاعه غير دخل التلفزيون طبعا. لان بتكلم عن الاعلانات التجاريه في وقت من الاوقات. الاعلانات التجاريه طبعا في وقت من الاوقات كنا بنعمل اعلانات كتيره جدا. كان الاستاذ شاكر الله يرحمه توفى، وكان سوق الاعلانات في مصر محتاج اصوات جديده. فظهر مجموعه كده من الاصوات. كان استاذ عصام سيف طبعا، استاذ اسامه منير. اسامه منير بيعمل عمل بروموهات وتنميات كمان. الاستاذ خالد هجرس. وكنت انا معاه. لا افتكر لي اعلان كده قلت جمله فيه، مش لازم تقولي المنتج يعني، بس حسسني كده بالاداء الاعلاني. لا يعني بص، طبعا عملت اعلانات طبعا كتير، وكنت بعمل ساعات اعلانات فويس اوفر مصري وخليجي، لان عشت في فتره كبيره في الخليج، فبعرف الاداء الخليجي او اللهجه الخليجيه. لا قول لي اعلان بلهجه مصريه او جمله اعلانيه بلهجه مصريه وبعد كده اقلبها لي خليجي. بلهجه مصريه، ما هو اي اعلان هنقول فيه اسم المنتج. يا سيدي قول اسم البرنامج. اسم البرنامج اسهل. يعني مثلا اقول معكم مع منى الشاذلي مثلا. لو قلناها خليجي هنقول معكم مع منى الشاذلي، حاجه كده يعني. نفس اللكنه هي اللي بتختلف. اول حاجه عملتها ولفتت ليك الانتباه طارق صوت؟ ده اول اعلان كنت عملته خالص، كان مع الاستاذ شريف عرف. كان بدور على صوت جديد واعترف فيه. وانا حاجه دخلت بقول له، كنا في رمضان بعد الفطار، فبقول له مساء الخير. قال لي كويس قوي انت كده تمام. مساء الخير بس. مساء الخير. قال لي كده انت تمام. وكان اعلان فيه اربع خمس جمل يعني. بعديها طبعا كان في شغل اكتر من كده بكتير. بس انت تخطيت فكره الفويس اوفر وبقيت عايز اقول يعني خبير اطلاق اذاعات راديو، او يعني ده موضوع تاني. ده موضوع اذاعتين طارق ابو السعود تقريبا. او اللي نعرفه انا طلعت، كنت في الاول طبعا اول ما بدات نجومه فام كنت موجود فيها، كنا سبع مذيعين ساعتها. اول سبع مذيعين كنا فيها. وبعد كده عملنا، سافرت دبي، كان في محطه هناك اسمها صوت الاصاله دبي 939. ببساطه برضو كانت بتتكلم عن فتره الاغاني من سنه 55 ل 75. فالاغاني من 55 ل 75 98% منها مصري. بعديها رجعت تاني نجوم اف ام، قعدت 3 سنين. وبعديها عملنا راديو مصر. راديو مصر دي كانت تجربه يعني ناجحة بكل المقاييس. عايز اقول لك في الاول خالص ما كانتش، يعني ما كانوش حاسين ان هي ممكن تبقى ناجحة بالمنظر ده. يعني بس هي في الاول خالص لا، قبلت شوية مشاكل، لكن في الاخر ربنا كتب لها. بس كنت مسؤول عن البرامج اعتقد في، لا راديو مصر انا كنت صاحب، طبعا فكرة كانت جاية من استاذ عبد اللطيف مناوي. قابلني وطلب، كان لسه اذاعه راديو مصر دي كان حاجه اسمها الاخبار والموسيقى زمان. تبع الاذاعه المتخصصه، وكان تردد بسيط قوي حوالين ماسبيرو، ما بيعرفوش يسمعوا من كتر ما هو ضعيف. كان تردد ضعيف جدا. عباره عن نشره اخبار على راس الساعه وعلى نص الساعه، وبينهم فواصل موسيقيه. عربيه اجنبيه دوليه، يعني مش هتفرق كتير. فاتنقلت المحطه ديت لقطاع الاخبار ساعتها، وبقى في اذاعه، وكان البريف بتاعها زي ما بيقولوا يعني عايزين الناس ترجع تاني تسمع لاذاعه حكوميه. في تجربه راديو مصر ركزتوا على، بخلاف فكره اختيارات اغاني لطيفه وسريعه وايقاع سريع للاذاعه، الراديو اصله الاغاني بالمناسبه.
يعني بيسمع راديو دلوقتي انما قبل التلفزيون كان لا اي راديو دلوقتي او بعدين لا قصدي قبل كده زي ما قبل التلفزيون كان هو وسيله المعرفه ده موضوع تاني بس بس يعني انت دلوقتي في ظل التطور اللي احنا فيه والزحمه اللي احنا فيها والقنوات الكتيره الموجوده اللي بيسمع راديو عايز يسمع اغاني حطي بقى وسط الاغاني اللي انت عايزاه يعني حطي برنامج وسط الاغاني حطي نشره وسط الاغاني حطي فيتشر وسط الاغاني تبقى الارضيه الاغاني والخدمات بالزبط. الاخرى بالزبط. هي بالظبط خدمات بتهم اللي بيسمع لا يعني انتوا عملتوا حاجه ذكيه جدا انا فاكره من احنا بنتكلم راديو مصر من 5 سنين مثلا 6 سنين راديو مصر طلع 24 سوري 25/4/2009 مثلا مواعيد القطارات ما دي بقى الخدمات اللي بقولك يعني دي الخدمات اللي اول ما كنا ابتدينا نسمع راديو قلنا لا ده في ناس ذكيه بتفكر ليه واسعار خضار مثلا اسعار الخضار حركه القطارات حركه الطيارات اسعار الخضار الفيتشر الجو فيتشر الرياضه وطلع راديو مصر ومؤخرا ومؤخرا دلوقتي انا موجود في الراديو 90 انت عاشق للاذاعه يعني واضح بكل الانماط بقى انك تعمل الخريطه البرامجيه انك تفكر لها انك تعمل في او انك تقدم برنامج شكل المحطه يعني انت كل حاجه في قدام الميكروفون بتعملها الحمد لله هويه المحطه المحطه هويتها ايه انت عايزه منها ايه لا مش طيب احكي لي بقى اول ما دخلت على لجنه الاختبار كده زمان قوي كنا بنمتحن زمان 3 حاجات تقري القران وتعربي من القران ده في امتحان الاختبارات الاذاعه المصريه تقرا باحكام التجويد لا تقرا بس تقرا صح تقرا هو بيختار ايات معينه او صور معينه علشان يكتشف السين والقاف والصاد اللي هي الحروف زي ايه بقى زي مثلا سوره الناس عشان حرف السين الفلق عشان حرف القاف او السين بتصفر في ناس عندها سين بتصفر وما يعرفوش طول عمرهم لغايه ما يروح امتحان اذا قالوا سين بتصفر فما يفهمش يعني سين بتصفر بيبقى فيه هواء طالع زياده من بين السنان اللي في الوش اللي هم دول فبيطلع ودي تتبلع في التلفزيون انما في الراديو ما تتبلعش بصي لو هو بيتكلم وتحتيه بد مزيكا مش حبان السين لكن القاف حبان يعني الاهون مشكله السين مش مشكله القاف وهما الاثنين علاجهم عند الدكتور يعني لا علاجهم عند الدكتور صحيح يعني يروح للدكتور يحل له مشكله السين زمان بقى لجنه الاختبار دي اللي ما يقولش صوره الفلق كويس صور او صوره الناس صور معينه وتعربي منها يعني يقول لك اعرب الكلمه دي غالبا طبعا ما حدش بيعرف صعب يعني لا احكي لي سالوك ايه اكيد فاكر انت لا مش فاكر ولا سالوني بس انا فاكره كويس قوي سالوني قال لي في تعرف ايه عن الفاو منظمه الفاو وكان في معركه الفاو ساعتها ما بين العراق وايران في حاجه كده بس طب خش اقرا يا ابني ابني دخل اقرا جاوبت كويس هو ده اللي انا فاكره السؤال انا فاكره بس لا طبعا ما اعربتش لا ما كنتش اعرف عربي خالص وكان ساعتها الاستاذ امين بسيوني ربنا يديله الصحه كان هو رئيس اللجنه فقال لهم ده صوته كويس قوي بس هو ما بين قوسين في العربي ما فهمش عربي فخلوه يتعلم ايوه ليه بس حضرتك انا فهمت ان انت والدك اذاعي الوالد اصلا اذاعي طبعا بس هو ما كانش ليه دعوه بالموضوع ده خالص يعني الوالد اذاعي اصلا بس هو ما كانش يعني حتى ما كانش يعني اشتغل انت ورينا هتعمل ايه وكانهم قبلوك يعني تحت عشان الشروط صوتك كويس بس العربي ضايع بس وخلي بالك اي صفه ممكن الواحد يكتسبها يتعلمها الا الصوت صح ده بيبقى حاجه من عند ربنا صح. يعني زي ما بيقول في الاذاعه الصوت في التلفزيون المقابل له القبول طبعا اي حاجه تانية لو اتاسس كويس واتدرب كويس يتعلم يعني تتعلم قعدت سنه كامله بنقرا قران مع الاستاذ متولي درويش الله يرحمه كل يوم من الساعه 8 الصبح للساعه 12 سنه كامله نقرا قران من 8 ل 12 كل يوم 8 الصبح ل 12 الظهر مقراه يعني ما عشان نتعلم عربي وتعربي وبعد كده نقرا خبر ونعربه سنة كاملة استوديو 22 إذاعة بس بعد السنة ديت اشتغلت في البرنامج العام قعدت شوية وبعد كده جت حرب الخليج فكان صوته العرب بيقفل الساعة 2 ويفتح تاني الساعة 5
فقرروا انه يبقى 24 ساعة، فكانوا محتاجين مذيعين، فنقلت من العرب للعام. بس سوري، من العام للعرب. بالنسبه لك طارق ابو سعود، ايه الامتع، قرايه النشره ولا الاعلانات ولا الوثائقيات؟ البرنامج، انك تكلمي الناس. انك عارفه الناس بتكلمك وتتفاعل معاكي، تبعت لك اس ام اس وتقول لك رايها في كلمه قلتيها او في غنوه انت، او يقول لك انا عايز اسمع غنوه فلان فلان. في حميميه كده بتبقى دايما، غير النشره برضو. النشره انت بتقولي النشره، الاعلان بتقول لهم روحوا اشتروا كذا. البرنامج انت بتكلمي الناس. ايه اكتر اعلان انت ما تنساهوش ابدا طارق ابو سعود؟ والله كان في حمله تنظيم اسره. كنت قاعد في قهوه كده وراح حد ضرب تعليق صعب الحقيقه، فرحت واخد بعضي. تعليق قليل الادب يعني. ما كانش لطيف. لو زوروا عادات النجمه الذهبيه تتمتعوا بصحتكم وبالسعاده الزوجيه. ايه لا، عشان هو كان السلوجان بتاع الموضوع، زوروا عيادات النجمه الذهبيه تتمتعوا بصحتكم والسعاده الزوجيه. ده اللي تنظيم الاسره. واللي جنبي بقى ما كانش السعاده الزوجيه ما كانتش واصله له خالص الحقيقه، كان عنده مشكله. فقال كلمه مش لطيفه كده، رحت واخد بعضي وماشي وخلاص. وسلام عليكم. اعتبرت ان هو يعني عنده مشكله في السعاده الزوجيه. ايه تاني من الحملات او من الاعلانات اللي انت ما تنساهاش؟ هقول لك برضو. ودي حاجه دايما لما الواحد بيعمل حاجه زي كده او بيعمل اعلان او بيعمل كامبين على حاجه معينه لازم تنسيها. ليه؟ عشان لما الكامبين التانيه تيجي ما تاخديش نفس الدليفري بتاع الاولانيه، ما تفضلش قاعده في ودانك. افصح ازاي؟ افصح يعني. انت النهارده مثلا خدت الدليفري معين في توصيل معلومه او خدت طريقه معينه في توصيل معلومه. في الاعلانات التجاريه لو انت فضلتي ماسكه في نفس الحته دي، كل اللي جاي هيبقى كوبي بيست. يعني انت غصب عنك. مش يعني انت قصدك لما تيجي تعمل اعلانات مثلا لتكييفات، ما ينفعش تيجي تعمل الماركه تانية من التكييفات بنفس الاداء؟ لا، ماركه تانية دي لا صعب. يعني انا مهنيا ما بحبش اعمل كده. ما ينفعش اعمل اتنين شبه بعض. لكن لو خدتي التون بتاعك وخدتي الدليفري بتاعك وفضلتي محافظه عليه حاطاه في جيبك، كل ما تيجي تشتغل تقوم مطلعاه. طب ايه ما خلاص بقى، يبقى انت كده كوبي بيست، شغلك كله كوبي بيست. فلازم تنسيه وتبتدي في حاجه جديده. غير ايدنتيتي بتاعت محطه راديو او ايدنتيتي بتاعت محطه تلفزيون، بتحافظي على ادائك عشان تبقيتي جزء من هويه المحطه او هويه قناه التلفزيون. بس انا عارفه وهو بيعدي الشارع ممكن يعمل في او لحاجه. ما عنديش مشاكل. يعني انا مره كنت بسالك على حاجه، قلت لي لا هركن العربيه على جنب. لا، طب هو خلي بالك برضو وسائل الاتصال الجديده ووسائل التسجيل الجديده، الموضوع مش محتاج استوديو دلوقتي. لا مش محتاج استوديو خالص. مساله بقت سهله قوي وبسيطه قوي قوي. يعني ممكن تعمل في او، انت ممكن تسجل حاجه وانت راكن على جنب، وانا في البيت، وانت في البيت، وانت في العربيه، ما عندكش مشكله، وانا مسافر. يعني ازاي؟ يعني لو انا بره مصر ما فيش مشكله. وتبعتها بالميل وخلاص. بالميل. الحياه بقت سهله جدا بالنسبه لي. جدا جدا. الراديو بقى التعامل معاه اسهل، بس عشان هو اسهل فمحتاج حكمه وعقل في التعامل معاه. يعني زي ما بقول لك، هو بقى وان مان شو. انت النهارده مش محتاجه تقولي انا عايزه اجيب الاغاني دي عشان احطها في البرنامج بتاعي. او استنى احضر لك في المكتبه. خلاص ما بقاش فيه الكلام ده. ولا تظبط شريط. ولا ما مش محتاجه، ما خلاص ما فيش، هو المايك الكمبيوتر بتاعك قدامك. عشان كده في ناس كتير بتعمل راديوهات او اذاعات على الانترنت. الله يفتح عليك. كل واحد الموضوع بقى فيه سوفت ويرز كتيره جدا. لان هي تشغل راديوهات. طيب مش هخلص الفقرة دي غير لما تعمل برومو للحلقة دي او للبرنامج ده، للبرنامج خلينا نستغله. طبعا البرومو لو هيعمل برومو للبرنامج هياخد فلوس كتيرة جدا. لا لا لا، انما احنا مش قوي، ما انت عارفة برضه. اعمل لنا برومو للبرنامج. كده يعني حاجة كده يعني. ممكن نقول على سي بي سي شخصيات تظهر بدون تكلف، معها ومعكم منى الشاذلي. حسابه سي بي سي هتدفع فيه كام؟ لا مش هيدفعه فيه. طارق ابو سعود من اشهر الاصوات الاذاعيه في مصر، شكرا جزيلا لوجودك معانا. يا طارق.
ايه؟ احكي لي كده، انتوا عملتوا شويه اختراعات كده غريبه. ما دوس كده تروح طالعه دي. خدني وركبني التاكس ووقفني على بوابه بتحط العكس. انا عملت عمليه اللوز مجامله لجورج. البطانيه، احكي لي علاقتك بيها ازاي دلوقتي؟ الحمد لله. الناس ماشيه كده ليه؟ كلفك كتير بقى الفرح ده، حتى بتاع الزفه بتاع العوالم له سعر. ما انا مش فاهم الناس دي عاوزه مني ايه. وانت لو شفت الفيلم ممكن تسميه، ممكن له اسم ملوش اسم اي حاجه. اول ما ببص لوشك بحس انك كذاب مش بتمثل. قالك يمكن نتزنق نبيعهم بعدين.